للوقوف عند الانتهاكات في السجون الإيرانية وعمليات التعذيب في سجن إيفين، ينضم إلينا عبر سكايب من كامبيرا الناشط السياسي والأحوازي ميثاق عبد الله. أستاذ ميثاق، مرحبا بكم. يعني أحد أفظع سجون النظام الإيراني، هكذا يوصف سجن إيفين، لكن السؤال المطروح هنا، لماذا اكتسب هذا السجن كل هذه السمعة السيئة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. طبعا هذا السجن معروف باحتجازه للنشطاء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني منذ قبل ثورة الخميني المشؤومة في عام 1979 الذي كان يستخدمه الشاه الابن لزج المناضلين وأيضا السياسيين والمعارضين له، وثم بعد مجيء الخميني استخدمه نظام الملالي لهذا. وأيضا هذا السجن يتواجد فيه كم هائل من هؤلاء المثقفين والمعارضين للنظام الإيراني، حتى اتخذ اسم جامعة إيفين، وهو يقع في شمال طهران في منطقة إيفين. وأيضا هو أصبح معروف بمقبرة المعارضين. أستاذ ميثاق، السجن كما يضم المعتقلين من الرجال أيضا يضم النساء، هل ما ذكرتموه عن الرجال يجري على النساء مع كل هذه الأساليب الوحشية في موضوع التعذيب؟ طبعا ما يحدث في سجون نظام الملالي ليس فقط في إيفين، بكل جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، بحق النساء المعتقلات في سجونه يندي له جبين الإنسانية. فالسجانون ومن يقومون بالتعذيب هم من الذكور وليس فقط من النساء، والمعتقلات يتعرضن للإهانات اليوم بشكل يومي والإساءات، وطبعا حيث الانتهاكات التي ترتكب بحقهن لم تفرق بينهن حول أي جريمة، فإن كانت العقوبة جماعية والتعذيب لشخص واحد. ناهيك عن عمليات الإعدامات والتعذيب النفسي الذي يقومون بحق المسجونين والمسجونات في سجونهم، وأيضا العمليات الانتحار التي قد تتسبب على خلفية التعذيب النفسي الذي تمارسه السلطات في السجن أو الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية في الزنازين المقلقة في الانفراديات. إذن الذي يشرف على السجن هو الحرس الثوري الإيراني، لكن هل ما يجري مجرد هي أعمال فردية أم أنها تأتي بتوصية من نظام الملالي في الانتهاكات التي تجري للمعتقلين والمعتقلات؟ بكل التأكيد هذه الانتهاكات التي تجري في السجون، وأي انتهاك يجري في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، هو تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني ومكتب المجرم المرشد الأعلى علي خامنئي. فلم يستطيع يتحرك أي شخص لا في السجون ولا المدارس ولا المستشفيات من غير توجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي هو مرتبط بشكل مباشر بمكتب خامنئي ويسيطر على كل مفاصل الدولة. أستاذ ميثاق، مقاطع الفيديو التي أوردتها وكالات الأنباء والمسربة طبعا كما تعرفون جاءت إثر جهود لناشطين استطاعوا من اختراق شفرات الكاميرات الخاصة بسجن إيفين، لكن إلى أي مدى يعني يكشف هذا الاختراق هشاشة نظام الملالي في طهران؟ هذا التسريب لا يشكل إلا شيء بسيط من فظاعة ما يجري في سجون إيران والمعاملات المروعة التي تتم في حق السجناء، وليس سوى قمة جبل جليد لوباء التعذيب في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، كما فضح الجنات أمثال إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى القضاء وأيضا الآن أصبح مؤخرا رئيسا لجمهورية إيران كما يزعم الزعمون. توقيت هذه الفضيحة تأتي متزامنة مع تسلم إبراهيم رئيسي السلطة في إيران، هل هناك رابط ما بين هذا الحادث وما بين استلام إبراهيم رئيسي السلطة في إيران؟ قبل أن يستلم إبراهيم الرئيسي السلطة في إيران قد صرح بأن سجون إيران تتمتع بالرأفة الإسلامية الذي هم بعيدين كل البعد عنها، والعفو الجمهورية الإسلامية كما يزعمون وهم بعيدين كل البعد عن العفو، وإنما يستخدمون العنف المفرط والإعدامات ومعروف للعالم لا يحتاج، فهذا الحديث بصراحة له شجون. فصرح ذلك، وهذا الفيديو فضح كذب هذا المجرم الذي أصبح رئيسا لجمهورية إيران لجغرافيا سياسية ما تسمى إيران،
فهذا كيف يكون رئيسا وهو يناقض نفسه بنفسه وفضح نفسه من خلال هذه التصريح، وبعدها قد أتى هذا الاختراق للكاميرات وفضح كذب الرئيس الإيراني والذي كان سابقا هو رئيس قضاة إيران. فكل ما يحدث في السجون كان يمر من تحت يده. نعم بكل تأكيد أستاذ أنا ميثاق، برأيي هذا التركيز. نعم أستاذ ميثاق، بعد أن اطلع الشعب الإيراني وهو يعرفه، يعني يعرف وحشية النظام، هل تعتقد أن في ربما الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة أن تكون هناك موجة جديدة من التظاهرات الرافضة للنظام يمكن أن تندلع قريبا؟ نعم بكل التأكيد هذا الأمر جدا وارد، حيث ولكن الآن في الوقت الذي تمر فيه جغرافيا سياسية ما تسمى إيران في جائحة وباء كورونا والمتحورة دلتا، والذي يموت اليوم يوميا 700 و800 شخص في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، الشعب الآن متخوف من الوباء، والنظام الإيراني قد برأيي كان محظوظ حيث أن هذا التسريب قد حدث في هذا الوقت، ولكن هذا جدا وارد حيث الآن جغرافيا سياسية ما تسمى إيران اقتصاديا منهارة تماما، نعم وأيضا الشعوب المحتلة من قبل إيران تريد استقلاليتها، والإيرانيون أيضا يريدون إسقاط هذا النظام المارق الذي أذل العباد ودمر البلاد. عبر سكايب من كامبيرا الناشط السياسي الأحوازي ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لكم.